في بنات ملهاش نقطة ضعف، لا وسامة ولا فلوس ولا شهرة، بتحب كل دول لكن عمرها ما ضعفت قدامهم، ولا عندها نية إنها تتنازل في مقابل أي حاجة منهم. النوع ده من الستات بيبقى التعامل معاه مرهق عند بعض الرجالة. خليني أعترف لكم إن في رجالة بتحب الست اللي عندها ثغرة، نقطة ضعف، مدخل يقدر يقتحم منه حياتها، حاجة يقدر يمسك بيها زمام الأمور، واحدة كلها ملكة زي ما بيقولوا، فيتملكها ويستغل ضعفها قدام الحاجة اللي بتحبها، فيقدر في كل مرة يخليها ترجع له من نفس المدخل. الست القوية اللي ملهاش نقطة ضعف لما بتنكسر بتتقسم لنصين غير قابلين للتصليح أبدا، لأنها بتكون وثقت وقدمت وحبت بدون مصلحة، وثقت ولقيت إن ثقتها ما طلعتش في محلها، ووقتها تشوف شخص تاني خالص مختلف تماما عن اللي انت عرفته. الخزلان بيحاول النوع ده من البنات لشخص تاني، شخص تاني غير اللي عرفك وحبك، شخص انت ممكن تخاف منه حرفيا، وده لأنها ملهاش نقطة ضعف ممكن تماين علشانها، ولما بتقفل الباب بتقفله بمية ترباس. انت وقتها تتعجب من الجبروت ده ازاي وكان مستخبي فين، وهتقف قدامك راس براس، وعمر ما في مغريات ممكن تخليها تتنازل عن قرارها. النوع ده بقى طلباته سهلة وبسيطة، ان ثقتها فيك تبقى في محلها مع حبة حب وتقدير، وقتها هتحس ان هي والدنيا كلها بين ايديك وفي حضنك، اما وسامتك وفلوسك وكلامك الحلو بالنسبة لها حبة سبرته، مجرد ما تفتح الغطا هيطير. الست راس مالها المشاعر، كائن بيتغذى على الاهتمام حرفيا، وبتبني اختياراتها على الحاجات دي. الراجل دايما حاطط اخر اولوياته ان البنت بتحب الكلام وخلاص. انا اعرف بنات عندهم استعداد ياكلوا جبنة وعيش يوميا مع واحد بيحبها وبيقدرها وحاضنها وحاميها من شر العالم، احسن ما تركب فيراري مع واحد ما بتحبوش. معظم طلبات البنات اللي انا شفتها عايزه واحد يحبها ويهتم بيها. والله انا ما شفت واحده كانت سبب مشاكلها العربيه الجديده اللي ما جاتش، ولا النادي ولا اللابتوب اللي ما جاش. اغلب الشكاوى من المشاعر، طلبات بسيطه ومشروعه. البنت مخلوق حساس، ما تستغربش ان دي طلباتها. فعلا هما بيشبعوا من الحب والاهتمام، مش من الاكل والشرب والهدايا. يا معشر الرجال، اهتموا وحبوا شويه، وما تبخلوش بالمعامله اللينه والكلمه الحلوه والاحتواء، لان الست مش عايزه منك الا ده، وساعتها هتتحملك حتى لو ظروفك صعبه، وهتشيلك لحد اخر نفس فيها.